عن لقائنا لقاء الاسماعيلي امام بيراميدز، ولكن قبل التقرير خلينا نبتدي على جزئيه مهمه جدا خاصه بالاسماعيلي يا كابتن ابو جريشه. لسه كنت بتكلم في الانترو اللي مقلق ومخوف جمهور، بتضحك عليا بس طب قول امرني انت جاي لي انا امرني. اللي مخوف جمهور الاسماعيلي ومقلقه مش قصه النتائج، لان كوره فيها كل النتائج وفيها كل الاحوال، ممكن تبقى يوم كسبان يوم خسران. اللي مقلق جمهور الاسماعيلي ان هم شايفين ان الوضع الحالي لا يبشر بالخير. متفق مع القلق والخوف اللي عند جمهور الاسماعيلي، ولا انت شايف ان كابتن ايمن الجمل وفقا للامكانيات المحدوده والوضع الصعب اللي موجود ممكن يعدي من عنق الزجاجه ومن الوضع الصعب اللي فيه الاسماعيلي دلوقتي؟ لا، الوضع صعب وصعب جدا، لان اليومين اللي فاتوا بالتحديد كان في قلق كبير في النادي نتيجه لبعض المستحقات اللي ما او كل المستحقات خلينا نبقى متفقين يعني اللي كانوا موعودين بيها من رئيس النادي ومجلس الاداره وما تنفذتش وغابوا عن التمرين او اتلغى التمرين بتاع الاربع يوم الاربع. وكنت معتقد ان في ناس بتحب النادي بجد عشان تقدر تحل او يكون مساهمه في الحلول، لقيت ان الناس كلها يعني مش متواجده اصلا عشان تقدر تلم اللعيبه وتلم الدنيا، لان عندهم ماتش صعب النهارده. هو طبعا صعب لكن مش مستحيل ان انت تكسبه، وده من الطبيعي ان انت كنت تبعد الفرقه عن كل المشاكل اللي موجوده والعبث اللي موجود في مجلس الاداره بكل المشاكل اللي احنا شايفينها بالتكالب على الكرسي اللي الله يسامح يعني اللي كان السبب في التواجد ده. لكن الموضوع في ايد دلوقتي اللعيبه، هو ده سلاحك المفروض ان انت تكون بتحارب بيه، اللعيبه كابتن ايمن الجمل والجمهور، والجمهور ليه دور كبير. وما احبش تتقال ان احنا هنقاطع ماتشات الاسماعيلي، هو ده التوقيت اللي انت لازم تقف مع الاسماعيلي فيه. التوقيت اللي فيه مشاكل وان اللعيبه مش قادره ان هي تاخد مستحقاتها وبتلعب غصب عنها، وفي ناس ما مش قادره انها تتمرن لان عليها التزامات كتير، ودي معذوره. لكن الملعب طالما نزلت الملعب وقضيت ال 90 دقيقه فمحسوب عليك ان انت نزلت. الموضوع في ايد اللعيبه النهارده، الماتش مش محتاج فنيات اكتر ما هو محتاج رجوله ومحتاج جدعنه في ان انت تطلع من البوتقه اللي انت فيها بالاسماعيلي. انت بتتكلم عن الكيان بقى بتاع الاسماعيلي النهارده. الله يكون في عون كابتن ايمن الجمل، الله يكون في عون المجموعه اللي هي من اعتبارها ليدرز في النادي، باهر وعمر الوحش، والمجموعه اللي هي خايفه بجد على النادي الاسماعيلي واسمه. اعتقد ان الماتش النهارده في قلبهم هم وفي مسؤوليتهم هم، هو ده الحل الوحيد. مجلس الاداره ورئيس النادي والمجموعه اللي بنا فيهم دول مش وقته ان احنا نتكلم فيهم دلوقتي، خلينا نركز على الماتش وال90 دقيقه بتاعه الماتش.